صباح يوم جديد في مهرجان اسكندرية، معطر بريحة ياسمين الشام ومعطر بسينما الشام وفن الشام وسفير الفن في الشام دريد لحام حبيب قلب المصريين كلهم. وأنا برحب بيك وبقول لك صباح الخير. صباح النور والرضا يا قلبي. يعني الواحد لما يشوف الصباح الحلو ده يبدأ يوم جميل كده. الصباح بوجودك، وجود حضرتك، وجودنا بالاسكندريه، والصباح الحلو. دمشق حلب حلم ولا امل؟ لا، امل بالتاكيد. نحن يعني يفضل هو الواحد لازم يحلم، بس كمان لازم يزمر حلمه بالامل دوما لحتى يقدر يوصل لتحقيق احلامه. يعني انا شفت في نداء منكم لكل البلاد العربية لعودة الإنسانية في الحياة، هل هي دي كانت الرسالة ولا ما زالت سوريا محافظة على إنسانيتها برغم كل الضغوط اللي مرت؟ هو لقلك، هو بالحقيقة الفيلم لا يحمل يعني تفسيرات على مستوى الجامعة العربية، لا، هو فيلم سوري بحت. دمشق حلب هدول المدينتين الأهم بسوريا، أو الأكبر خليني أقول، مش الأهم. وبيعطي فكرة أنه رغم كل الظروف أنه ممكن أنه الشعب السوري يكون عائلة واحدة. مشان هيك منشوفهم في بداية الفيلم هن ركاب باص أتوبيس. طبعا لما بكون في أتوبيس بين مدينتين الناس ما بتعرف بعض في داخل الأتوبيس، لكن أثناء الرحلة قربوا من بعض، فهموا بعض، يعني تشاركوا في أعمال إنسانية بتهم حدا منهم، إلى أن وصلوا لحلب، وصلوا عائلة واحدة. وهذا هو الحقيقة المجتمع السوري، والمجتمع العائلة الواحدة رغم كل القوى اللي بدها تحاول أو حاولت تدمير الروح الإنسانية لهذا الشعب. يعني طبعا من أنجح أفلام أو من أشهر الأفلام في العالم العربي لدريد لحام الحدود، وكان على الطريق أيضا، والفيلم ده كله على الطريق. تميمة الطريق بالنسبة لدريد لحام بتبس الطريق، يعني الشريان اللي بتوصل فيه للجهة اللي أنت تقصدها. لما رجعت الكاميرات السينما في مع جيل مختلف وجيل جديد، في بعض الناس بيدخلوا البلاتو يقولوا مش دي السينما بتاعتنا، مش ده الفن بتاعنا، مش ده البلاتو بتاعنا، مش ده الجو اللي عشناه والأسرة اللي عشناها. هل حسيت ده مع دمشق حلب من الحدود وبلاتوهات؟ يا قلبي، الواحد بده يؤمن انه في تطور بالحياة. يعني في هلأ، قبل مثلا لما بدنا نعمل تليفون، ما بعرف حضرتك اكيد مش من ذاك الجيل، مفيش حرارة، لا كانت لازم تبرمه كده لياخد قوي ويطلع لك سنتراليست عايز ايه، بتقول له عايز الرقم كذا ويديك الرقم كذا والى اخره. نحن عشنا هيك بالبداية. يعني الامور تطورت، واصبح الان مثلا جهاز التليفون او الموبايل عصي على الفهم بالنسبة لجيلنا. احنا مش عم نفهمه ولا قادرين نواكب التطور التقني اللي في بداخله. يعني انا مثلا معي الموبايل هذا، بعرف فيه انه اوف وبس، كلنا والصورة وناخد السيلفي، حتى الصورة حتى الصورة. بينما اذا بتشوفي مثلا الجيل الجديد الصغير، ما شاء الله حوله، يعني بلحظة بيعمل هيك، بيعمل هيك، بيقول لك اتفضل. يعني بدنا نقبل هذا التطور ونحييه طبعا، لأنه عمل الحياة في بعض جوانبها أسهل، لكن في بعض جوانبها مؤذي أيضا. يعني هلأ مثل لما عم نحكي على مسألة الموبايل، شوية يوقفوك ويصوروك في الشارع، دي كانت أصعب حاجة طلعت للفن. يا قلبي يا قلبي، يقولي هذه محبة، لكن أنا عم بحكي على مستوى العائلة مثلا، الشتيمة والناس قاعدة لوحدها. يعني يعني لا، نحن عنا في بالبيت، عندي بيتي، حريص أنا أنه عائلتي أولادي وأحفادي، وصار عنا أولاد أحفاد، هلا ما
انه كل يوم جمعه المساء لازم نجتمع على العشاء مع بعض. فلاحظت مره انه صحيح احنا مجتمعين بغرفه واحده ولكن ولا حد مع الاخر، كله ماسك الموبايل وكله عايش مع الاله فحسيت انه فقدنا الحياه العائليه بهذا الموضوع الاجتماعيه الانسانيه. لسبب نبهت عليهم انه من هلا ورايح كل يوم جمعه لما بنجتمع في بيت حدا مننا بتحطوا الموبايلات على الباب وبتدخلوا على البيت بدون هذه الموبايلات، تنشوف بعض نحكي مع بعض. فمن ناحيه هو بيسر الامور، من ناحيه لا بيعقدها، وخاصه عندما تستعمل يعني مواقع التواصل الاجتماعي لاذيه الاخرين واطلاق اشاعات عنهم. يعني في بعض الناس بتحب او بتتسلى باذيه الاخرين ودول كثر. يعني في مليون إشاعة بتطلع كل يوم بتخرب بيوت وبتأثر على نفسية ناس، بيموتوا ناس وبيعيشوا ناس. صحيح، أنا لا موتوني شي 10 مرات. ربنا يديك صعب. بس بيبقى الواحد مستغرب لما بيجي تليفون بوقت غير عادي، أستاذ دوريد إن شاء الله أنت بخير، إيه الحمد لله بخير، إنه يعني ما معقول. يعني في أذية بجوز سببها في الإعلام الكبير مفيد فوزي، سمعت منه مرة قال إنه أكبر حزب في العالم العربي هو حزب أعداء الناجحين. أعداء النجاح. هدول هن اللي بيطلقوا هذه الشائعات فقط ليوتروك، لا يأثروا على أعصابك. لكن أنا الحمد لله من هالناحية بتتعامل معاها بلا موبايل. بضحك بسمع بقول والله يسامح مو بس. في ظل كل الظروف اللي بيعيشها الوطن العربي، مش هقول سوريا بس، في غليان في العالم العربي كله، وفي عز ان سوريا محتاجه تبني البنيه التحتيه بتاعتها وتعيد جمالها ما بين دمشق الحلب، بنلاقي ان اصرار السلاح والحرب الاساسيه اللي بتطلع من سوريا هي الفن، هو السلاح بتاعها، ان انتوا بتنتجوا افلام. يعني احنا في الظروف بتاعتنا دي يقول لك احنا ما عندناش فلوس، الاولى نعمل طرق نعمل كباري، وفي اهمال للسينما المصريه، ولكن اصرار المؤسسه السينمائيه عندكم هناك، ان انا بلاقي كل سنه هنا في اكتر من مهرجان، اكتر من فيلم في المهرجان، الاقي في مهرجانات اخرى افلام سوريه والوفد السوري والفن السوري. لازم نواجه وكانها رساله يعني مظبوطه خارجه من دمشق. فانا عايزه اعرف ازاي الفكر ده. يا قلبي لقلك هذا نابع من مسألة. هلأ بتسمعي عن تأليف وزارات، كله بيركض على الوزارات اللي بيعتبرها أكثر أهمية، المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية إلى آخره. أنا إذا بتخيريني بقلك أهم وزارة هي وزارة الثقافة، أهم، لأنه هي خط الدفاع الأول عن أي شعب، عن حاضره، عن ماضيه، عن مستقبله، عن تراثه. لأنه هوية الإنسان يا قلبي مش ورقة مكتوبة، الاسم والاسم الأب لا، هو تاريخ موجود على هذا الكرت، على هذه الهوية. وما أعرق التاريخ المصري بهذا الموضوع. يعني أنا بذكر يوم من الأيام أول مرة جيت القاهرة وأصريت أني بدي أشوف الأهرام اللي قريت عنها بالكتب، شفتها بالأفلام. لما وقفت قدام الهرم الأكبر بالجيزة صرت أعيط، أنه هذا الهرم اللي قريت عنه بالكتب دلوقتي أنا وياه. فيا قلبي من جزء من هويتنا هو، أو من ثقافتنا هو تاريخنا. فمشان هيك أنا بعتبر الثقافة هي خط الدفاع الأول عن أي شعب في العالم، وأهم من وزارة الدفاع، وأهم من الداخلية، وأهم من الخارجية، وأهم من المخابرات، وأهم من كل شيء هي وزارة الثقافة. لا بتسمع أنه والله هذه وزارة سيادية، هذه وزارة غير سيادية.
السيادية الوحيدة هي الثقافة، أنا هذا رأيي طبعا، ونعتنق هذا الموضوع بسوريا. مشان هيك يمكن السوريين أو السياسة الداخلية بسوريا أن لو قطعنا عن حالنا رغيف خبز، وفرنا رغيف خبز عن كل عائلة لنعمل ثقافة، بيكون هذا مهم كتير، وهيك عم بيصير. لو كنت النهاردة وزير ثقافة، أول قرار هتاخده في سوريا؟ مش أبعد من القرارات المأخوذة حاليا، لكن بضيف إلى ضرورة فتح دور عرض سينمائية بأسعار مخفضة، لأنه يا قلبي جمهور السينما الحقيقي مش الأغنياء، جمهور السينما هو ناس البسطاء يلي بده بخمسة جنيه مثلا يمضي ساعة سعيدة مع نجوم بحبهم، مع قصة تعبر عنه بشكل أو بآخر. أما لما بتعملي والله البطاقة ضمن قدرة البسطاء فالسينما تقتل. فأنا مع أنه تحويل كل المراكز الثقافية إلى دور سينما. كنت في مهرجان الجونة وشفت فيلم سوري معمول برا سوريا ومن المعارضة السورية، وحسيت أنه هو فيه إساءة شوية لسوريا. هل مطلوب أن يبقى فيه الرأي والرأي الآخر في الفن؟ بالتأكيد يا قلبي، شوفي المهم أن يتوجه كل إلى الوطن. أنا ما بقول عندي رأي سياسي، أنا منتمي لوطني. عندما تكون منتمي لوطنك عبر عن رأيك كما تشاء دون أن تسيء لوطنك، يعني عبر عن رأيك كما تريد بالأشخاص، بالسلطة، بالوزارات، بالكذا، بس لا تسيء لسوريتك. يعني النهاردة أنت موجود في دورة نادية لطفي، شفت الدورة دي إزاي؟ وطبعا أنت ضيف عزيز غالي على مهرجان اسكندرية، هل حسيت باختلاف في دورة نادية لطفي السنة؟ فرحت كتير لما عرفت الدورة باسم السيدة نادية لطفي، وخاصة هذه الملكة الرائعة. جمعني فيها فيلم في يوم من الأيام إخراج المرحوم حلمي رفلي، كان اسمه الفيلم الرجل المناسب، ونحتفظ وأحتفظ بأحلى الذكريات عن اللحظات السعيدة أثناء تصوير الفيلم، واللحظات السعيدة اللي قضيناها كعائلة مع هذه النجمة الرائعة، الإنسانة المحبة الودودة. فمشان هيك يعني أهمية السنة أنه باسم هذه الملكة. وشعرنا وفلسطين في المهرجان، برضو عايز أعرف رأيك في هذا الشعار في هذه الدورة. فلسطين هي شعار كل الدورات، يعني بأي دورة بأي نوع من التفكير، يعني بيفكروا الناس تاني بفلسطين، ولا الناس ما نسيتش فلسطين، لأن كل الشعوب العربية أصبحت فلسطين. يعني لو بصينا للعراق، بصينا لليبيا، بصينا لليمن، أصبح الوطن العربي كله فلسطين. فهل تناسوا مع مشاكل الوطن العربي وأن القضايا بقت واحدة في كل البلاد، فبيحاولوا يعملوا تذكير جديد؟ يا قلبي لأقول لك، يعني إحنا ما نظلم الإنسان العربي، أكيد الإنسان العربي ما راحت فلسطين عن وجدانه وذاكرته، ولكن شغلوه بإشياء لها علاقة بخبزه اليومي أو بعيشه اليومي، بحيث أنه ما يفكر بأبعد من رغيف العيش. يعني الدنيا تكون كلها هو هذه الدائرة. الآن متهيألي أنه الشعب العربي من جديد طلع خارج هذه الدائرة، مو لأنه صار عنده رغيف العيش، لا، لأنه صار يشعر بأنه في شيء مهم زي رغيف العيش، هو مسألة الوفاء للقضايا الكبرى العربية وعلى رأسها فلسطين. وأنا يعني برجع بحيي مهرجان الإسكندرية على الإحساس الرائع بمسألة فلسطين، والتأكيد
على مسألة القدس عربية. الآن لازم يلتقى، ما تسأليني شو ما بعرف، بس لازم يلتقى أسلوب ما للعمل على مسألة أن القدس عربية. ما بكفي شعارات نهتف فيها ونغضب ونروح ننام، لا، لازم في خطوات عملية. شو هي ما بعرف. أتمنى أن يعني يبقى في خطوات لكل البلاد العربية. أتمنى دايما أن سلاحك فنك أنه يحقق الغرض منه، وأنه هو بيوصل لكل العالم. يعني النهاردة فيلمك كل الجنسيات اللي موجودة في المهرجان وصل لها المعاني، وصل لها السلاح، القوة الناعمة، اللي الرسالة اللي بتوجهوها بفنك وبإخلاصك وبحبك لوطنك، ان احنا نرجع سوريا تاني بكل بهجتها وبكل جمالها، وان شاء الله نتقابل فيها. وفي عمل جديد بعد العمل ده بقى ولا لسه شوية؟ لا لسه شوية يعني. وعلى كل حال شكرا لتمنياتك، لكن بحب لك مسألة انه سوريا ستعود أجمل. هي عادت، انا جيت حلب وجيت، مش انا خلاص، انا بالنسبة لي عادت سوريا. في شوية حاجات صغيرة يعني بجوز تعذبنا فيها 7-8 سنوات، بجوز والله سائق لا ياخذ بنزين يقضي بعض ساعتين او ثلاثة، او لا ياخذ رغيف العيش يقضي ساعتين، او تنقطع الكهرباء 12 ساعة في اليوم. لكن الشعب السوري صمد وقبل بهذه الظروف اخلاصا لوطنه سوريا. واللي وانا بقول لهم دوما انه بالقرآن الكريم في التين والزيتون وطور السنين، فبقول لهم نحن الشعب السوري نحن التين والزيتون، نحن المغروسين في هذه الأرض. يعني في بعض الأحيان الشجرة بتعطش لكن ما بتموت، بترجع بترويها بترجع بتموت. وبالتالي يا قلبي الشجرة اللي تتخلى عن جذورها بتموت بتيبس. في قول هون بحب استعيده لأديبتنا الكبيرة غادة السمان، الأديبة السورية، بتقول فيها: لا تحاول أن تأخذ مع شجرتك معك إلى الغربة لتحظى بظلها، لأن الأشجار لا تهاجر. ونحن أشجار لن نهاجر ولن نهجر. أنا بعتبر الوطن أم والأم وطن زي بعض. مشان هيك يا قلبي لما بيسألوني في مكان ما في هذا العالم انت منين، بقول لهم وطني الثاني سوريا، اما وطني الاول فهو رحم امي. فالوطن والام هما اثنين صنوان مثل بعض. يعني الان اذا واحد امه يلي هي وطنه اصيب بوعكة، اكيد ما بيتركه بيروح بيبحث عن ام اخرى، بيظل إلى جانبها إلى أن تتعافى. ونحن إلى جانب أمنا سوريا إلى أن تتعافى معاك وجنبها، لأن سوريا دي غالية على قلبنا بالتأكيد يا قلبي. والحنين والشوق اللي بيحمله الشعب السوري للمصري والمصري للسوري لا يقدر بثمن إطلاقا. ودوما يعني عبر التاريخ سيد بوسي، عبر التاريخ لما بيكون سوريا مصر متفاهمين العالم العربي بخير. يعني أنا بعتبر إن إحنا شعب واحد، بس اتقسمنا شوية، ولكن أنا حاسة إن إحنا حدودنا واحد. وما في أجمل من الشعر، البيت الشعر اللي قال: لمصر أم لربوع الشام تنتسبوا، هنا العلا وهناك المجد والحسب. نتقابل مع بعض في مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وتعزمنا بقى عندك في البيت على كبة لبنية من ايد الغالية. انا بشكرك جدا، وان شاء الله كده الفيلم يحقق نجاح كبير. ودايما دريد لحام هو الأسطورة الفنية والمدرسة والمعلم اللي بنستمتع بكل أعماله، بنستمتع حتى بقعدته في حواره الممتع. يا حبيب شكرا يا قلبي، شكرا كتير. We'll be right back.
أنا بقول عن هالة هي صديقتي أحيانا، زوجتي أحيانا، ولكنها حبيبتي دائما. الله الله، لا الكلمة دي لازم تقولي له كلمة عليها. بحبك 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 من قلبي. بجد أنا بحبكم جدا أنتوا الاثنين، وبحب قصة حبكم الحلوة، وربنا يا رب. الله أكبر، خمسة أبواب بتاعت فيفي عبدو.